ليست تروى إلا من نبع الإيمان أنتم مزن تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنان روح العطشة ليست تروى إلا من نبع الإيمان أنتم مزن تسقي الدنيا طهرا وأمانا وحنان بهم قد زالت في الدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا شنو؟ مصر أيوة أمسوا إلا هو رابعه الله أرادت إن هاتشو بيغنيج ولا خمسة أمسوا ما يغنوا إلا هو سادسه الله سبحانه وتعالى ينسوا سجست إن هاتشو بيغنيج بيونجي ولا أدنى من ذلك ولا أكثر كذيبة تحكم بيونه كذيبة لاهم بيونه إلا هو معهم أينما كانوا الله كان نسو غار بيونجي أينما كانوا الله كتاكدو شغانو ينين وداج تلات أدربو يازن سو فورنتن كفيتشين بطال ودى الله مكارب كفال لكن مجمعنا واجب مسلاتي موربنا واجب سانسارا بسنة ودى الله مكارب عن نجم رمضان مولو تراوين كمسكن واجب صلاتوچن بسلاتو متطبقو يبلط الله ابروت يهنسو من يحطا نغير يلم الله ني يحطا سو من لياغنياچن الله ني ياغنيا دغمو من لياطاچن كانت وديتا كاله كانت غربون كاله فالكل هين كلهم نغير ترى كل الذي فوق التراب تراب افلا يالله كله افلا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى أما بعد أيها القائمون القائمون أيها الإخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام بتحية أهل الجنة والجنة وأقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بسقانا لا الله العالم تجيسا تقباو من نسأل صوت الله هدرقن إني تباركون إذنتونم بذي بتكبروا عن عقينتن اندزيون دقمو يا الله المغفران عقينتن رحمتوني ماغينتن إهين رمضان يمنش أرسوك الله حضرقن رمضان يتقل يلوت يلفات يسرا وقتنونا تاقلن نفسيان يمنناش النفبت تاقلن شيطان يمنناش النفبت تاقلن منافق وچنا كاريوچنا منناش النفبت وقتنونا ناتاتين عاشر رضي الله عنها ستنناقر إذا دخل عاشر وعشر أواكر بمقباب بصات يا الله ملكتين شد مئذره وعيقض أهله وحيا ليلة አባቶቻችን ተበቅ ያደረጋሉ ቤተሰባቸውን ይከሰከሳሉ ለሊቱን በሙሉ በዒባዳ ያነሻሉ አዲ ኪናያ ነው ሁለመናቸውን በሙሉ ለዒባዳ ይሰጣሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁሌም ወደ ኸይር ሽቀዳደማሉ ሁሌም ቸርናቸው ረመዳን ሲገባ ደግሞ የበለጠ ወደ ኸይር ሽቀዳደማሉ የበለጠ ቸር ይሆናሉ የበለጠ ኸይር ይሰራሉ حين يلقاه جبريل جبريل መጥቶ ቁርአንን በሚያቀራቸው ጊዜ የበለጠ ወደ ኸይር ሽቀዳደማሉ رمضان ያንዳንዱ ልጅ አላህ ከእሳት ከጀሃነም ነፃ የሚያወጣቸው ሰዎች አሉ። ይሄን ደሞ ሊሆን የሚችለው በትክክል رمضان ክል የሚጾም አይሁን حرام ተደረጉ ነገሮች በሙሉ የሚጾምና رمضانን በስርዓቱ የተጠቀመ ሰው ነው። አላህ ከነኛ ሰዎች አላህ ያድርገን ይያልኩኝ ወዳለው ወደ ተሰጠኝ ሪስ አልፋለሁ። እሱም ማዕየቱላህ ተባረከ ወተዓላ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማዕያ ያአላህ አብሮነት የምለውን ነው እንዳስተዋሳችሁ የተነገረ እንግዲህ ይህ ትልቅ رئيس ነው በመሰረቱ ማውቅ ያለብን ነገር ምን ሲፋት ረቢና ተባረከ ወተዓላ የጌት ከጌታችን ባህሪያቶች ውስጥ አላህ ብዙ ባህሪያቶች አሉት ብዙ ስሞች አሉት ከባህሪያቶቹና ከስሞቹ ውስጥ አንዱ ሲፋቱ ማዕያ ነው ካላህ وهو معكم اينما كنتم اياه الله سبحانه وتعالى እንደምገልጸው ማሉት ولله الاسماء الحسنى አላህ ብዙ ስሞች አሉት ያማሩ የተዋቡ ስሞች አሉት ከረህማኒ ከረሂሚ እነኚህ ስሞቹ ናቸው እንደዚህም ደግሞ አላህ ባህሪያቶች አሉት ከባህሪያቶቹ ውስጥ አንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪ ነው እንደዚህም ደግሞ ማዕያ ከፍጡር ጋር መሆን ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪ ነው መስማት ማየት ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶቹ ናቸው ከዛ ውስጥ አንዱ ማዕየቱላህ ተባረከ ወተዓላ ነው ማዕየቱላህ ተባረከ ወተዓላ ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማዕያው አብሮ መሆን ዑለሞች ምን ይላሉ ينقسم الى قسمين بولت قسمان ይላሉ بمعنى ميت الله عز وجل نوعان الله كفطور ጋር መሆን ከኛ ጋር መሆን نوعان بولت كفلات አንደኛው معيه سبحانه وتعالى العام بعد እንደዚሁም ደግሞ معيه الله سبحانه وتعالى الخاص خاص የሆነ معيه ማለት الله ከፍጡር ጋር ሲሆን ከባህሮቹ ጋር በሚሆነበት ሰዓት
አንደኛ ማዕያው ዓማ ከሁሉም ጋር የሚሆን ነው ሁለተኛው ደግሞ አልማዕያቱ ልኻሳ የተለየ ማዕያ የሚል ነገር አለ ወልኻሳቱ አሁንም ማዕያቱ ልኻሳ የምንለው የተለየ ማዕያ የተለየ አብሮነት የምንለው ራሱ ينقسم الى قسمين በሁለት ይከፈላል እሱም مقيده بشخص ومقيده بوصف مقيده بشخص يا الله سبحانه وتعالى معيه مقيده بشخص كسوچ كتقيت جلسوچ غارنا سوچ غار يونه معيال اندزيون دمو معيه بوصف بوصف ببحرياتوچو ببحريو يتوصف معيال بسوچ يتقيده معيال اندزيون دغمو بس ببحرياتوچ يتوصفو معياوچ አሉ ይሄንን ዝርዝር እናያለን መጀመሪያ ያለነውና ማወቅ ያለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጀመራው ማዕያ አልዓማ ከሁሉም ጋር የመሆን ማዕያ ማለት አላህ በተከበረ ቁርአን ውስጥ እንደምነግረን ማለት ነው ምንድነው ያለው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱ الحديد والذي خلق السماوات والارض في سته ايام ማዕያቱ Subhanahu Wa Ta'ala አልዓማ አላህ كفطور غار الله بسوره الحديد لا بالقران اكثر من بماله والذي خلق السماوات والارض في سته ايام الله سما ان مدرن فطروا السنه يفطروا في سته ايام بثلاث بسدس قنوس تيلال بسدس قن كفطر بوالا استوى على العرش كعرش بلا يونا استوى مالت على ارتفع مالت كعرش بلا على ارتفع هذه ابن عباس درس امام البخاري في صحيحه الذي هو اصح الكتاب باب في كتاب التوحيد بملو امام البخاري استوى يملون بمفسر البسات ان مجاهد ان ابن عباس رضي الله عنهم اجمعين درسوا مالتنا سجلس استوى مالت على ارتفع مالتنا كف بلا مالتنا سمعنا مدن الله بسدس كان فطروا ثم استوى على العرش كذا بوالا الله عرش لا استوى هنا كعرش بلاي هنا الله كعرش بلاي هنا قال بوالا من عليه يعلم ياك مع انه استوى على عرشه بذاته مالتنا بذاته كعرش بلاي كم هنم قال يعلم ما يلج في الارض الله ياك مدن ياك والله ما يلج في الارض مدروس يمجبا النجن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الارض مدروس يمجبان نغري ميغا اند زيناب اندوا ود مريت يمجبان مياقال وما يخرج منها كمدر يموطاون اند نباتات وما ينزل من السماء كسماء يمودورم الله سبحانه وتعالى ياك وما يعرج فيها ود سماء يموطاو كاعمال بني ادم يسو لي صرا ود لا يموطاونم الله سبحانه وتعالى ياقال ايهنن قاله بوالا وهو معكم ከዚሁም ጋር አላህ ከናንተ ጋር ነው ያለው አይነማ ኩንቱም የትም ቦታ ብትሆኑ እሱ ከናንተ ጋር ነው ያለው ወላሁ ቢማ ተዓመሉና በሲር አላህ እናንተ የምትሰሩትን ስራ ያቃል ያ እናንተ የምትሰሩትን ስራ ያያ በዚህ በሱረቱ الحديد ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሰረታዊ ነገር ገለጸ ሰማይና ምድር የፈጠረው እሱ መሆኑን ገለጸ ሰማይና ምድር የፈጠረው እሱ ነው ሰማይ እና ምድርን ከፈጠረ በኋላ አላህ استوى على عرشه ثم استوى على عرشه ከአርሽ በላይ ሆነ استواء يليق بجلاله وعظمته الله بذاته عرش ላይ ነው ያለው ማለት ከአርሽ በላይ ነው ያለው እኛ الله የነገረን ከአርሽ በላይ መሆኑን ነው የነገረን ከአላህ ከአርሽ በላይ ነው ማለት ነው አርሽ የፍጡር መጨረሻ ነው الله ከፍጡር በላይ ነው ማለት ከአርሽም በላይ ነው ማለት ነው ሲፋቱ ልዑል ስብሃነ ረቢ አልአላ ብለ ሩቁስ ስንኖር አላህ የበላይ ሆነ ማለት ነው የበላይነቱ በዛቱ በችሎታው በሁሉም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የበላይ ነውና ከአርሽ በላይ ሆነ አላህ استوى على عرشه استوى መደላደል ማለት ከአርሽ አላ ወርተፈ ማለት ከአርሽ በላይ መሆን ሰማይና ምድርን ፈጥሮ በዛቱ ከአርሽ በላይ ሆነ በዛቱ ከአርሽ በላይ ቢሆንም ከአርች በላ ቢሆንም በዛቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለም በውቀቱ ደግሞ ከፍጡር ጋር ነው ያለው ማለት ያለም ማየልጁ في الارض ወደ ምድር የሚገባውን ከምድር የሚወጣውንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቀል وما يخرج منها وما ينزل من السماء كسماء የሚወደውንም ወደ ሰማይ የሚወጣውንም ያቀል አለ አላህ ያቀል وهو معكم كنانته ጋር ነኛል وهو معكم اينما كنتم يتم بتون والله ما تعملون بسيط مثلوتن الله Subhanahu Wa Ta'ala ያያል አለ ايه مالت من مالت رو المعيه العام مالت كلهم كلهم فطور قاعد مهونون يمياساج بذاتو كعرش بلاي هو نو كلهم فطوروچو قاعد نو الله سبحانه وتعالى هو معكم اينما كنتم ايه لانها ممدنه تقتضي الاحاطه بالخلق علما
ኢማቲም ማለት ነው ፍጡርን በሙሉ በውቀቱ አካባል ማለት ከሱ ውቀት ውጪ የሚወጣ የለም ማለት እሱ የማያውቀው ነገር በዚህ ዓለም በፍጡር አይከሰትም ማለት ያ ቃል ያ ያል ማለት ይሰማል ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሃጣ بالخلق علما وقدرة بقدرة وسلطان سلطانه ንክስናውም ግዛቱም ደርሷል ማለት ወሰማን ወበሰረን በመስማቱም በማየቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍጡር ጋር ያለ በዚህ አላህ ከሃዲው ከሙናፊቁም ከሰውም ከጂኑም ከሰማም ከምድሩም ከሁሉም ጋር ነው በምኑ በውቀቱ በችሎታው በማየቱ በመስማቱ ይሄ አልመዕየቱ አማ ይባላል ማለት هو معكم اينما كنتم የትም ብትሆኑ ከናንተ ጋር ነኝ ማለቱ ይሄንን ይይዛል ማለት ነው يتضمن هذا كله ان بقول يزال بسوره المجادله من الى ما يكون من نجوى ثلاثه الا ورابعهم ما يكون من نجوى ما انهم صوم مستروس طيبا ثلاثه نو مستر ايوطام سو الا هو رابعهم الله اراتنياچو بيون انجي እንደዚሁም ደግሞ ولا خمسه الا هو سادسه ولا خمسه አምስት ማይሆኑም الا هو سادسه الله سبحانه وتعالى ينسو ስድስተኛቸው ቢሆን እንጂ ولا ادنى من ذلك ولا اكثر ከዚህ በታችም ቢሆኑ ከዚህ በላይም ቢሆኑ الا هو معهم اينما كانوا الله ከነሱ ጋር ቢሆን እንጂ اينما كانوا የትም ቦታ ቢሆኑ الله ከነሱ ጋር ነው ያለው ከነሱ ጋር መሆን ብቻም ሳይሆን ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه يسبوتن سرا دهمو يوم القيامه ينبئهم ينغراچوال ان الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى بهولم نجر اواقين كلنم نجر يحقال معناته ايه وهذه المعيه عامه قدم بسوره الحديث لا عندك تجلصوا اوني بسوره المجادله من يجلص لنا الله معيه عامه كلنم كوسو وجه يموت ما ني نجر عند الله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى يعلم ما في السماوات وما في الارض بسماي بالمدر وسط يالون ياك بزي محل يالون ياك ግልጽ አድርገን የተናገነውን ሚያቃ ደብቀን የተናገነውን ሚያቃ الله سبحانه وتعالى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى يعلم ما في السماوات وما في الارض وما تسقط من ورقه الا يعلمها አንኳን የሰው ልጅ ቅርና ከአንድ ዛፍ ቅጠል አታራግፍም ከዛፍ ቅጠል አይወድቅም ኢላ ያለምዋ አላህ ቢያቃት እንጂ ማተዝቁቱ ሚን ወረቀት ኢላ ያለምዋ ወላ ሐበቲ ፊ ዙሉማቲ አልአርድ ወላ ረጥብ ወላ ያቢስ ኢላ ፊ ኪታቢን ሙቢን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማውቁ ብቻም ሳይሆን ፊ ኪታቢን ሙቢን በለውህ ማህፉዝ ተመዝግቧል ታውቋል አላህ ያለም ማ ካነ ወማ ለም ይኩን አላህ ያቃ ማ ካነ ያ የሆነውን ሚያቅ ሆኖ ያለፈውን ያቃል ወማ ሰይኩን ገና ቢሆነውንም ያቃል ወማ ለም ይኩን ያለሆነውንም ያቃል ያለሆነው ነገር ቢሆን ምን እንደሚሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቃል اذا الله Subhanahu Wa Ta'ala احاط بعلمه كل شيء الله በውቀቱ በሁሉም ነገር አካቧል ያ ማለት ምን ማለት ነው الله በውቀቱ በችሎታው ከኛ ጋር ነው ያለው ማለት ነው هذا معيه الله Subhanahu Wa Ta'ala العام ايه معيه الله العام ነው ማለት إنه لا تعارض بين أن الله سبحانه وتعالى على العرش بذاته الله سبحانه وتعالى بوقتنا بشلوط كينيا غرب مونو محل منم تعارض يلم مالت منم مياقاج نغر يلم مالت الله سبحانه وتعالى بذاته كعرش بلاينا يلم بوقتنا بشلوط عدلنا كهل فطور قامنا يلم كما أخبرنا تبارك وتعالى في كتاب العزيز በተከበረው ኪታቡ በቁርአኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደገለጸልን ማለት ነው አንድ ቦታ ነው አላህ የገለጸው ثم استوى على العرش قال وقال يا علم وقال በውቀቱ ጀመረ በውቀት መጀመር ብቻም ሳይሆን والله ما تعملون بصير በውቀትም ጨረሰ ማለት ነው የሚያሳየው ምንድነው እውቀቱ አሃ بكل شيء الله Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉ ነገር በውቀት አካባል ማለት ነው المعيه الله Subhanahu Wa Ta'ala العامني ذل ማለት ነው ይህንን ስንወስድ ማለት ነው ከአላህ እውቅናና ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ችሎታ ውጪ የሚሆን በዚህ ምድር በዚህ ዓለም ላይ የለም ማለት አላህ ማሻ አካን ወለም ይሻ ለም ይኩን አላህ የፈለገውን ቢሆነው አላህ ያልፈለገው አይሆንም ማለት በግዛቱ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍላጎት ውጪ የሚከሰት ነገር የለም ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድ ነገር ሳይከሰት በፊት ያቃል
ከተከሰተ በኋላ ሚያቃል ሲከሰተ ሚያቃል ወቀቱ ሁሉም ነገር አካባዋል የምለውን ይላል ይሄ ማዕያ አልዓማ ይባላል ማለት ነው واما ማዕያቱ سبحانه وتعالى አልኻሳ የተለየ ደግሞ ማዕያ ያልነው የተለየ ማዕያቱ الخاص ብለን የገለጽነው ደግሞ በሁለት ይከፈላል ብለን ቀድም ገልጸና የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ማዕያ ደግሞ ኻሳው የተለየ ማዕያው በሁለት ይከፈላል አንደኛው ማዕያቱ ስብሐነሁ ወተዓላ አልሙቀየደቲ ቢልወስፍ በወስፍ የተቀየዱ ማለት ነው በወስፍ የተገደቡ ማዕያዎች አሉ ያንን ባህሪ ያሟሉ ሰዎችን አላህ ከነሱ ጋር ይሆናል በባህሪ ምን ሆነ የተገደበ እንደዚሁም ደግሞ በሰው የተገደበ ብለናል በባህሪ የተገደበ ማለት ያንን ባህሪ ያሟሉ ሰዎችን አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ስፔሻል ማዕያ ከነሱ ጋር አለ ማለት ነው ስፔሻሊ ከነሱ ጋር ነው ማለት ነው በተወ ከሌላው የተለየ አልማዕያቱ አልዓማ አጠቃላይ ጥቅል የሆነ ማዕያ አብሮነት እንዳለው ሁሉ የተለየ ደግሞ ስፔሻል አብሮነት ስፔሻል ማዕያ ደግሞ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ አለው ከማንገር የተለየ ባህሪ ያላቸውና የተወሰነ ባህሪ ያላቸው ሰዎችን ደግሞ ፍጡሮችን ደግሞ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በተወሰነ ስፔሻል በሆነ ማዕያው ደግሞ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ከነሱ ጋር ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በቁርአን ተገልጿል ምን በማለት ተገለጸ ኢንላላሃ ማዕ الذين اتقوا والذين يحسنون الله ان الله مع الذين اتقوا الله كمان ጋር ነው አለ ከሙተቆች ጋር ነው አለ والذين هم محسنون ملكان በጎ ከመሰሩ ሰዎች ጋር ነው ብሎ الله سبحانه وتعالى እዚህ ውስጥ ገለጸ ቅድምም በገለጽነው አያ والله معكم اينما كنتم الله ከናንተ ጋር ነው የትም ብትሆኑ አለ አንድ በሉልኝ አዙም እዚህ ጋር ደግሞ الله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ከመተቆች ጋር ነው ከመስኖችም ጋር ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገለጸ የቅድሙ ማዕያ እና ያው ማዕያ ልዩ ናቸው አይገናኝ የቅድሙ ማዕያ ዓም እንዳለው በውቀቱ በችሎታው ከኛ ጋር ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ ከመተቆች ጋር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በይገዛ ወጣ ዱዓን በመቀበል በነስር በብዙ ነገር ከነሱ ጋር ነው በኋላ እንዘረዝረዋለን ኢንላላህ ማለዚነ ተቀው ወለዚነ ሙህሲኑና ሱረቱ ነህ አሁንም በሱረቱ በቀራ አላህ ምንና ኢንላላህ ማዕሳቢሪን አላህ ከታጋሾች ጋር ነው አላህ ከታጋሾች ጋር ነው ከመሰብሩ ሰዎች ጋር ነው አሰብሩ ከማ ተዓለሙን አላ አንዋ ሰብር እንደምታቆት ብዙ አይነቶች አሉ አሰብሩ ያንቀዝሙ ኢላ ثلاثه اقسام በሶስት ይከሰማል በሶስት ይከፈላል አንደኛው አስሰብሩ አላ ጣዓቲላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባዘዘን ነገር ላይ መታዘዝ ሌላኛው አስሰብሩ አማዕሲያቲላህ አላህ ከከለከለ ነገር መከልከል ሌላው አስሰብሩ አላ አቅዳሪላህ ሙሊማ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በወሰነው በቀደረውና እኛን በሚያሳምም ለምሳሌ በሽታ ድህነት ማጣት መቸገር መከራ ብዙ ሊሆንሽ እነኚ ሁሉ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ውሳኔዎች ናቸው በእነዚህ ላይ መሰበር ሶስቱን ሰብር ያሟሉ ሰዎች አላህ ከነሱ ጋር ነው ያለው አላህ ኢንላላህ ማዕሳቢሪን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከታጋጆች ጋር ይላል እንደዚህ ወላሁ ማዕሳቢሪን ያውኒ ማላህ ወላሁ ማዕሳቢሪን አሁን በሱረቱል በቀራ አላህ ከታጋጆች ጋር ነው በማለት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይገልጻል በሱረቱል አንከቡት ወለዚነ ጃሃዱ ፊና ለነህዲየነሁም ሱቡለን በእኛ መንገድ የምታገሉ ታጋዮች ወለዚነ ጃሃዱ ፊና እስልምናን የበላይ ለማድረግ ዲንን የበላይ ለማድረግ ነፍስያን ለማሸነፍ ሸይጣንን ለማሸነፍ ትግል የሚያደርጉ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎችን ለነህዲየነሁም ሱቡለና ወደ ቀጥተኛ መንገድ እንመራቸዋለን ዲን ትግል ይፈልጋል ዲን ትግል ይፈልጋል ሂዳያ ማግኘት ትግል ይፈልጋል ነፍስያን ማሸነፍ ትግል ይፈልጋል ሸይጣንን ማሸነፍ ትግል ይፈልጋል ለዚህ ወለዚነ ጃሃዱ ፊና የታገሉ ሰዎችን በዲን ዲን እስላም የበላይ ለማድረግ ኢላ ኢላህ ኢላላህ ባንዲራ ከፍ እንድል ጥረት የሚያደርጉ ሰዎችን ዳዕዋ እስላም በአለም አጥናፍ ከአጥናፍ ጫፍ እስከደርስ ድረስ ለማድረስ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎችን ወደ ቀጥተኛ መንገዳችን እመራቸዋለን ካለ በኋላ ወኢነላህ ለማዕል ሲኒ አላህ ከመሐስኖች ጋር መልካም ከመሰሉ ሰዎች ጋር መሐስኖች ማለት እነማን ናቸው الاحسان ኢሳ ማለት ወአን ተዕቡድ አላህ ከአንከ ተራ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደምታየው ሆነ መገዛትና ማምለክ ኢህሳን ይባላል ኢህሳን
محسن لمهون سو الله بتقوى بخشوع الله منا ملككون الله كان يغان والذي ان الله الاحسان ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانه يراك يما نايو كونه انيا باي الله ياين ايهن الله اندم ياين እናልብለን ደግሞ አምላክ ቢታችን ያየና ይዘማናል ብለን አላህን ፈርተን በእخلاص ሰው ያየን እንዲሰማን እንዲያወድሰን እንዲያሞግሰን ሳይሆን ብለን አላህን የምናመልክ ከሆነ አላህ ከኛ ጋር ነው ያለው ማለት ነው። ነላህ ማል ሙህሲኒን ከሙህሲኖች ጋር ነው ማለት እሱን በስርዓቱ ከሚያመልኩት ከመገዙት ጋር ነው ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ከነኛ ሰዎች አላህ ያድርገንና وقال تعالى عن الله بصوت البقره من الهلال واعلموا يا معشر المسلمين اوقوا تجنزوا تردوا منون ان الله مع المتقين الله كمتقوچ ጋር ነው አለ الله كمتقوچ ጋር ነው አለ ይሄ ምንድነው የሚያሳየን ከዚህ ምንድነው ምንረዳን الله سبحانه وتعالى بتلي معي ደግሞ بتلي ابرو الناس ደግሞ الله كباروچ ጋር ነው ያለ ይሄን ባህሪ ካሟሉት ታጋሶች የሆኑትን ተቋ ያላቸው ሰዎችን እንደዚህም ደግሞ ኢህሳን ሙህሲን ከሆኑ ሰዎች ጋር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለው ማለት ነው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ? አላህ ባሪሰል ቁርስ ምን ይላል? ማን አዳሊ ወልየን فقد اذنت بالحرب የኔን ወዳጅ የኔን ወልይን ጠላት አድርጎ ያዘን ሰው فقد اذنته بالحرب እኔ ከሱ ጋር ጦርነትን ከፍቼበታለሁ ባሮች የኔን ባሪያን ጠላት አድርጎ ያዘስ የኔን ባሪያን አዛ የሚያድርግን ሰው የኔን ባሪያን የሚያስጨንቅ የሚያስቸግርን ሰው የሚያስቸግር ሰው ጠላትነቱ ከባሪያይ ጋር ሳይሆን ከኔ ጋር ነው ይላል። ማን አዳሊ ወልየን فقد اذنته بالحرب ወዳጅን ጠላት ያደረገ ሰው ያስቸገረ ያስጨነቀ አዛ ያደረገ ሰው እኔ ጦርነትን አውጄበታለሁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከዛ በኋላ አላህ ምን ይላል? وما تقرب عبدي الي مما افترضته عليه عند بارياي ودني لقرب عايشل مال لبقلو عند بارياي ودني لقرب عايشل احب الي مما افترضته عليه اني جديتا كادركبت يبلطن سرا سرتو ودني لقرب عايشل بارياي ودني لقرب يمشلو اني واجب ያደረኩበትን ነገር ሲሰራ ነው አለ። ባሪያይ ወደኔ ሊቀርብ የሚችለው እኔ ዋጅብ ያደረኩበትን ነገር ሲሰራ ነው አለ። ወደ አላህ ለንቀርብ የምንችለው በመጀመሪያ ደረጃ አላህ ግዴታና ዋጅብ ያደረገው ነገር ስንሰራ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወማ ተቀረበ ኢለየ አብዲ ባሪያይ ወደኔ አይቀርብም እኔ ግዴታ ያደረኩበትን ነገር ከመስራት የበለጠ አለ አላህ Subhanahu እኔ ግዴታ ያደረኩበትን ነገርን ከሰራ በኋላ ደግሞ ወማዛ ለዓብድ يتقرب الي ባሪያይ ወደኔ ከመቃረብ አይወገድም መልካም በመስራት ሱናን በማብዛት ኸይርን በመስራት ወደኔ hatta احبه እኔ እስኪወደው ድረስ ወደኔ ከመቃረብ አይወገድም አለ። ምን ማለት ነው? عند مسلم ود الله ليقرب كفلهجه واجب الله يادرغو نجر مسرات نوربتال معناته واجب كسرى بحالا دغمو سنان بابزا قطر سنان بسرى قطر سنة صوم سنة صدقه سنة صلاه ملكام سراوچين بابزا قطر دغمو ودني يقرب يقرب يتقرب ملكام يسرى يسرى ودني يتقرب سيدي يودو الله فاذا احضرته بوددكت غير دغمو على الله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به يهون لتهلوا سمعه الذي يسمع به مسميا جورو يهون لتال اسو يمسمابتن جورو يهون لتال بصره الذي يهون لتال ويده التي يبطش به يمسرابتن اج يهون لتال بجورو سمتو لياغن يماچون خير عمت لتال በጆሮ ሰምቶ የማይመልሰውን ሸርን ሙሲባን እመልስለታለሁ በአይን አይቶ የማይደርስበትን ኸይርን አደርስለታለሁ አቀብለታለሁ
بينس أيتو يمّا يمّن لسون شرر يمّن لس اللّه تعلّو مسمع يون اللّه تعلّو ما يعين يون اللّه تعلّو بسرابة إجيون اللّه تعلّو على الله سبحانه وتعالى كلمّن وإن سألني لأعطينه كلمّن كأيّك إيسان وقالّو كنيت إبّك عن ياشان لغاكونا يتبقوا عنه يا الله سبحانه وتعالى إيه معيته سبحانه وتعالى الخاصة لعباد المؤمنين المتقين إيه يتليه الله سبحانه وتعالى معيه مالته يتليه الله سبحانه وتعالى عبر الناس مالته عند مؤمن بارع ودي مسيت وده الله سبحانه وتعالى واجب هذا الرقم سنسرة كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك مما افترض الله سبحانه وتعالى على عباده عند صلاة عند زكاة عند حج نا ليلوش الله قد يتعدى الرقاة ونقروش يفس من كونة ودى الله انك عربا للمالس كذي حديث يمن الرد هنا يعني ناناتش ودى الله مك عرب كفلق مجمرة واجب مسلاة موردنا للمالس واجب سانسرة بسنة ودى الله مك عربا نتش واجب سانسرة بسنة ودى الله مك عربا نتش واجب نتونا لسنة بوتاي سد تراوي ما تاي سد فجر جن صلاة بجمع سجد الفجر يا ملتوان عشاء يا ملتوان رمضان ملو تراوين كمسجد واجب صلاة وشن بسرعة ومتأبقوا يبلتان عند عشاء صلاة يا رمضان بملو سنة صلاة يبلتان رمضان سكمنا درقو تراوي بملو عند عشاء صلاة يبلتان عند عشاء صلاة بجمع مسجد يبلتان سلازي ودى الله مكارب الكفر لك يا الله عبرون نتر الله كجناقة انديون مسمياتشن ماياتشن انديون اللي دعا بالنادرك اندي كبلا كفر لك باللمنو اندي سمان كفر لك الله سبحانه وتعالى كجناقة انديون يمن فلقونا الله كجناقة انديون اندي لدى اندي اقزا اندي سمان يفلق اندونا مجمّر يا واجب مسرات المورد بنا أمست وقت صلاة مجمّر بسراته مما درك على ابن ما فسّم على ابن مالته إهنن يفسّم من اندونا بزيلاي مخقوم يا ابن بارياي سنان بماسك كماس كتل إياس كتل ملكامي يسرى ودني كمكارب أي وقّد مين مجمّر يا قلفو واجب نو مالته قلفو واجب نو نسسري نو واجب ودى الله لما كعلم مالته إن كادر رقم بوهالا إنه واجب كسران بوهالا سنة صلاة سنناس كتب ليل تراوي سيسر تعجد سيسر سرق عن سنة سنة بذا رقم ودى الله يتكعلم أنه دال إن يادر رقم هيدن مالت يا الله عبرونة تنعجين مالت يا الله معيان عجين مالت يا الله عبرونة تنعجين مالت رقم كلنا نقر عجين مالت الله كسو غاريونا سو الله عبروت يهونا سو منم يهتا نغر يلم الله نيهتا سو منم يهجنية منم ليهجنية چلم الله نيهجنية دقمو منم ليهتا چلم الله نيهجنية مالت الله كنيا غرونة مالت الله كنيا غرونة مالت دعا چنن يسامال مالت إنيا فرطن تبقى كالله سبحانه وتعالى يفلق الاندونة الله سبحانه وتعالى يتبقى نال مالت دعا كادر لك الله سبحانه وتعالى يسامال نال مالت نسر دل يسد نال مالت إيه معيته سبحانه وتعالى الخاصة لعباد المؤمنين يتلي معية الله سبحانه وتعالى كدقاق بارو تشغال يونو مالتنا هذه المعية إيه معية تارية إيه عبرونة من له معيته الخاصة يمباله وهي مقتضية للناس منين تحسكت الله اللي مالتنا دلنك الله تحسكت الله اللي مالتنا الله كان يقال كونه دليا كان عجنا بمن الله دليا كان عجنا بمجمرة بنفسياتنا لا دليا كناتنا يحقدنا نفسياتنا شنن الله يعترك شيطانا تحقل اننا شنن في عدركنا سو نفسياونا شيطانا عشنا في مالك دقمو ليلة خير سلام مسرات من ما يكبدو مالك نصر دل بوستاتنا بالو تلاتم دل يعقونا سفنا وتشاوي بونا تلاتم دل يعقونا سفنا بمنافق وچم دل يستنا بالنسولة بكهدي وچم لاي الله دل يستنا اغر قال مالك حزن الصب تنك مبالغة تراش يلا لا تحزن إن الله معنا الله سبحانه وتعالى كن يقارون المالت تنكت يلم مالت كن يقارون المالت الله سبحانه وتعالى كن يقارنو مالت
የቀልብ አርካታ የቀልብ ደስታ የቀልብ ራሃ አለ ማለት الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله አማኞች ሙእሚኖች ልባቸው አላህን በማውሳት ይረጋጋ አላህ ከነሱ ጋር ስለሆነ ያረጋጋቸዋል ማለት معيته سبحانه وتعالى الله كنيا قال له قالت دلني حقنا سبحانه ማለት حساب هذا الجنك يملو النجر الله كنيا ياتوجد لنا ማለት ባለነው ነገር እንብቃቃለን ማለት ትንሽም ቱን ትብዛ ባለው ነገር እንብቃቃለን የትም ብንሆን እኛ ደስተኛ ነን ያለን ለዛ ነው ሼኹል እስላም ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላሂ ተዓላ አለይሂ ይቆል አነ ጀነቲ ወቡስታኒ ፊ ሰድሪ ያለ እኔ ጀነት ማለት እኔ ጀነት ያለ ቡስታኒ ፍራፍሬዎቼ ደስታዬ እርካታዬ ልቤ ውስጥ ነው ያለው ፈአይነማ ረህቱ ፈየማኢ የትም ቢሄድ የትም ቢሆን የኔ ደስታዬና እርካታዬ ከኔ ጋር ነው የሚሆነው ከኔ ጋር ነው የሚሆነው ፈኢሰጀኑኒ አላቶቼ ያሰሩኝ እንደሆነ ፈኸልዋ ብቻዬን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አጠራዋለሁ አወድሰዋለሁ እዘክረዋለሁ ደስታዬ ምቾቴ እዛ ነው ያለው ከአላህ ጋር ነው ያለው አለ ሁሌ ደስተኛ ነው የሚሆነው ብቻዬን ቢሆን እስረኛ አይደለሁም እንዶም ቢልቴም ረህመቱላህ አለይ በሌላ ደግሞ ምንና እስረኛ ማለት ነፍስያው ከአላህ ያሰረችው እንጂ አካሉ ከሰው የታሰረ አይደለም እስረኛ ማለት እስር ቤት የገባ አይደለም ሐቂቃ እስረኛ ማለት ተለቆ ይያለ ልቡ ከአላህ የታሰረ ሰው ከአላህ ጋር መሆን ያልቻለ ሰው ከአላህ ጋር አብሮ መኖር ያልቻለ ሰው እንጂ እስረኛ እስረኛ ማለት ከቤተሰቡ ከንብረቱ ታሶ እስር ውስጥ የገባ አይደለም ትክክለኛ እስረኛ ልቡ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የታሰረ ሰው ከአላህ የራቀ ሰው ከአላህ ጋር የሆነ ሰው እስረኛ አይደለም የትም ቦታ ቢሆን አላህ ከሱ ጋር ነው የሚሆነው ፈኢሰየኑኒ ፈኸልዋ ብቻም ቢሆን ኸልዋን ከአላህ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ፈይነኸረጁኒ ፈሲያ ኒ ቢያባሩኝም ደግሞ ቱሪስት ነው የሚሆነው ሲያ የአላህ ዘናቂ ተአምር እያየው አላህን አወድሰዋለሁ አጠራዋለሁ ሱብሃነከ ማ ኸለቅተ ሃዛ ባጢላ እያልኩኝ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘናቂ ተአምራቶችን እያየው ተፈኩር አደርጋለሁ ሰዎችም ወደ ተውሂድ ወደ ላኢላሀ ኢለላህ ይጠራሉ ወኢሰየኑኒ ወኢቀተሉኒ ፈሸሃዳ የገደሉኝ ከሆነ ደግሞ የፈለግኩትን ነው ያገኘሁት ሸሂድ ነው የሚሆነው ከአላህ ጋር ነው የሚገናኘው ጠላቶቼ አያገኙኝም ይላል ምን ማለት ነው ይሄ ከአላህ ጋር ስትሆን ሀዘን ጭንቅ የለብህም በየትኛም ሁኔታና አህዋል ላይ እያለ ደስተኛ ነው የምትሆነው የቁል ኢብኑ ቀይም አልጀውዚ ረህመቱላህ አለይ ኢብኑ ቀይም አልጀውዚ ምን ይላል የሰው ልጅ ልብ ውስጥ አንድ ክፍት ቦታ አለች ይላል አንድ ክፍት ቦታ አለች ያችን ቦታ ልትሞላ የምትችለው የአላህ ዝክር ብቻ ነው ከአላህ ጋር መሆን ብቻ ነው ሀብት አይሞላም ገንዘብ አይሞላም ስልጣን አይሞላም አሜሪካን ብትሄድ ለንደን ብትኖር ፓሪስ ላይ ብትሆን ሰማይ ብትወጣ ጨረቃ ላይ ብትወጣ ቢሊዮን ኦፍ ዶላር ቢኖር ሳቲቤ ስልጣን እንኳን ቢገኝ ልብ አንድ ክፍት ቦታ አለ ያ የአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ መዕያ ብቻ ነው ሊሞላ የሚችል የአላህ ዝክር ብቻ ነው ሊሞላ የሚችል የአላህ አብሮነት ብቻ ነው ለሞላ የሚችል ለዚህ እኮ ነው ሰዎች ማቴሪያሊ ሰክሰስፉል ማቴሪያሊ ውጤታማ ሆኖ በትምህርትም ቢሆን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ ፒኤችዲ ሆልደር ሆኖ ሳይንቲስት ሆኖ እንደዚሁም ደግሞ በኢኮኖሚ በገንዘብም ደግሞ ቢሊየን ወይ ደግሞ 100 ሚሊየን ገንዘቦችን ዶላሮችን እያላቸው በታዋቂነት ደግሞ ስታር ከዋክብቶች ተብሎ ዓለም ላይ በጣም የታወቁ ሞዴል የሆኑ ሞዴልስ ሲሆኑ ይላቸው እርካታ ይላቸው ደስታ ይላቸው ይሄ እውቅናቸው ገንዘባቸው ስልጣናቸው መጠበሻ ዱንያ ላይ እንኳን አራሳሊ አዛብ ስቃይ መከራ ሆኖ ወደ እነሱ ይመለስና በህይወታቸው ደስታ አጥቶ ህይወታቸውን ያጠፋሉ በህይወታቸው ደስታ አጥቶ ለሊት እንቅልፍ የምተኙት በእንቅልፍ መዳህነት ነው የምተኙት ራ ደስታ ተላቸው እንቅልፍ የለም ሰፊ ቤት አለ ሰፊ ራ ቤት ደስታ የለም ምቾት የለም ሰፊ መኪና አለ ሰከነሱ ጋር ስላልሆነ ማለት ነው በመኑ በእገዛው በአሃው በደስታ ቀልባቸው ለአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማህባሽ ያለው ማለት ነው ስለዚህ አይዮል ሙስሊሙን ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር መሆን ማለት ሀዘንን ማስወገድ ማለት ነው لا تحزن ان الله معنا على نبياتنا عليه الصلاه والسلام كالله قال ستهون دستنيانو متو راحانو متاغيو ان الابرار لفي نعيم نوتك الله قال يالو سوت نعمه وسطناچو جنته وسطناچو دنيا جنته وسطناچو
قبرين جنة سنة أجو آخرة جنة سنة أجو مية ابن تيمية أنا ليلو تقول ما هو مية إن في الدنيا جنة دنيا وسي جنة تعلى دنيا وسي جنة تعلى جنة تعلى الصوم كالله جربوه الله المناجاة ما للي ترسوك الله سبحانه وتعالى قال مناجا تهجد المسجد استغفار نابضة قرآن مكرع ذكر إيه جنة ريدوني يا جنة إيه إنني أمياك سوى بابي تانو يكام مسا سوى بي تانو مياكو للي لو هيدو باب يكام مسا سوى نمياكو لذان مؤمنوك مجاهدوك سكعي وسيالو يدوني يا سكعي دوني يا مكعي وسيالو في تاتشو يا برا في تاتشو تراهم في تاتشو محمد رسول الله والذين ما عشد دعوا الكفار وحماء بينهم تراهم وكعا سجدا سيماهم في وجوههم من أسر السجود في تاتشو يا برا وستعجوا نظرة النعيم إيه وستعجوا إركعتا دستا بالله سبحانه وتعالى يالله توكل بالله سبحانه وتعالى يالله إيمان تقوى قفلوا يوطعنا سكعوا المكان ونهشنفها في تعجوا إبرا زغاديوش ناتشوا مسكينوش ناتشوا سشقوا ليلة أسر بيزوس نيالو ليلة وتبادل نيالو ليلة وبالله من قد يتعجل ليلة وعلمني هسكرة كليلة وكتواكي سووج كستاروج كمودل استوج كستة الناس أسراتشوا قذب بعينوراتشوا ماتي يعني النوز بيادر بمكا كالله قرب موناتشوا دس تنيوش ناتشوا سلذي كالله سبحانه وتعالى قرب موت دسان يقونا سفر الذاتان يقونا سفر كالله سبحانه وتعالى نسين يحسقنيا والتعييد يقزان يحسقنيا تعييد الله يعيدا يقزهال كتلاتو تشغاري من نسر الله ونحجي تبكا كمطفونا غير يطبقها كشر يطبقها كشيطان بطغتا يطبقها كنفسيا وسوسا يطبقها انت بالله سبحانه وتعالى حج وسن بالله تطبقا وسن يالله الله يطبقهن الله سبحانه وتعالى يطبقها والكفايه بقهن والله يبقها الله كطلاتوچي الله سبحانه وتعالى يبقها مؤمنوچن يبقاچوال بقياچو نو حسبنا الله ونعم الوكيل بالو بسات الله حسبنا الله الله بقياچن نو بالله لا يمكث من أي أمر وعند ألوس الله بكي هتشوي ونال مالته دزي بالقر الله كان نسو كربيونا الله كان نسو كربيونا يا رجع قاتشوا أرفت سات أتشوا دست سات أتشوا في أقصى الظروف بمتفون أتجاري بونا هني تهاو تشون كارونا لباتشوا يترجع قايمة الله سبحانه وتعالى أركاتني سات أتشوا بدون هاي وترصا عند القرط الله سبحانه وتعالى يرجع قاتشوا والتصديق ودكت تنيا من قدر بمراجعه بزوجو ودا ظلم سيرو بزوجو ودا كفر سيرو ودا خرافة سيرو ودا شركية سيرو النسو حتى زرزر بهنو بدايو تنكار فهمي ستعجوا ودكت تنيا من قدر بمراجعه حتى انا باطل عيدة بلالك باتشو ونتنا وشت عيدة بلالك باتشو سنة النبدا عيك لك باتشو شرك الناتوين عيك لك باتشو ونتنا حتى في أمور الدنيا حتى بدونيا بدها يمكن بدونيا هيوت يمكن سوج بمن لا يبت الله حكني أصايات شوان الله حكني أصايات شوان مور وحكي تقربون ميونوت يمكن بآخرة بدها يكرن በዱንያ ሰራቸው በዱንያ ውሳኔያቸው በዱንያ እንቅስቃሴያቸው እንኳን የተሻለ ትክክል ወደሆነው ለዱንያ ለአኺራ ወደምጠቅማቸው መንገድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመራቸዋል ወለሂዳያ ሂዳያ ይሰጣቸዋል የአኺራ ሂዳያ ይሰጣቸዋል ይሄ ማዕየቱ Subhanahu Wa Ta'ala አልኻሰ ማለት ወራ አባኒ ከዚህ ውጪ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚያቃቸው ብዙ ነገሮችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጎናጽፋቸዋል ማለት ይሄ ምንድነው የሚያሳየን አልማዕየቱ الخاصة يتلي معي كالله سبحانه وتعالى قال عبر لمهم كفلك انني بحياتك لن الله بسعك يقبل واجب يتعززنون نقر يتعززنون تعزن يتكلكلون كتكلكلن بوهلا دقمو ودسو موري يتشعل لمك عرب دقمو جور يحصل لقال تقري يحصل لقال ثلاث يحصل لقال صومي يتعو منه شوان يسكتلن صوم هلن واجب صلاته ينسقدالن سنة كزور بفيت كادمن عرات لكان سقدالن كزور بوهلا هلت لك عرات بمالكم كإشاء بوهلا هلت لك كمغرب بوهلا هلت لك كفجر بفيت هلت لك إنني سيدمر أصوى هلت ناتشو بيك أنه هنا يادرقن كوهنا الله جنة بيتي قنب بالنا لين قوم هلن ما تحت تجافى جموكم عن المضاج يادرون عبهم خوفا وطمع الله عندالو يكجلنو يفرانو من نادرك أهلن كإن كل فاتش ركن الله سبحانه وتعالى إنما تقلنا إلا منو أهلن وبالأصحاب يستغفرون بصور ساعت يتنسى استغفار النادرك أهلن يا الله يمارن إيانا استغفار النادرك أهلن دعانا درقالن إهين سنة أموالنا إهين بحري يا أموالنا دولة الله سبحانه وتعالى بإيمانات شننا بسنات شلك الله كينا غاري ونال مارس
بتقوى أنكار يونا سو يبلد الله سبحانه وتعالى كسر يونا المانس عند تقواتن عند صبراتن عند إحساناتن عند إيماناتن درجة الله سبحانه وتعالى كنيا غير يونا المالس عند زيم الله من إله وإذا سألك عبادي عني قريب عني هني قريب باروكي سلاني كتيقو عندي صاحبي تياك أنس أقريب ربنا فنناجي أم بعيد فنناجي جيتك الله هو كنوا بمساحتين كف أدرج أن نترم وأويدك مو الله كربنا بمصر قداتين أنين قالوا بالو جزي الله قاينا وردا من بمال وإذا سألك عبادي عني باروتشي سلاني كتيقو أنا كربني شوف فإني قريب كربني أجيب دعوة الداعي إلى دعان دعاء باروتشي لما نوش دعاء بعد الرجوس جزي يسمعك الله على الله سبحانه وتعالى. سلذي إني أدعك هذا ذلك. شيبلو. يا زوج قاتشون يتعلو. يكلك كل قاتشون يكلك كلو. شو بني نيمانو هداية عجني علو. يلما نجيب دعاء يسمعك الله على الله سبحانه وتعالى. يا الله حبرون نتانا زم تقولوا أيك. ممكن الله كنيا قرنوا يكرنا زاري أندمري. أند بالها تعبشر كامت غاني. شكر كذا سيدقول لي علو علو من البيت وصل السن. كذي بالتعلم أبنو كنيا غانو غيال أبنو سبنو كنيا غانو غيال بتشاتن سبنو كنيا غانو غيال سيجمر بوقاتو كنيا غانو غيال إني أوني يارني أنو كذا بداتو الله سبحانه وتعالى هداية بمستو بمناتو توفيق بمستو كنيا غانو غيال بنشجرة إدرس لنا أين أشيوني لنا المسمى أين يوني لنا ورجل الذي ين شيبه يبادر بات أجريون الله تعالى إنيا بإقراتي من درس بات بودا الله يدرس لنا بإجلس لنا متأكل ما جل وقت ونقدر يكلم كلنا بإقرات جل جل لنا ما جل ونقدر الله سبحانه وتعالى غير لنا الذي تبيني يعني الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب يا ليت الذي يا الله اندو بهن تمنيو بيون تمني وفلق بنينا بانت مكاكل يالو قنين ينت يا ماري يتبك أنه كانت غربوهن يتشعل بيوننا وبيني وبين العالمين خوارت بنينا بعلم بفتور مكاكل بانت مكاكل يالو قنين ينت بتناكر تمني والج أليت الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب إذا صح الود منك فالكل هجن ترضى والأنام خضاب عليك يا ليتك ترضى يا الله أنت بتودي كني بتودي كني قال بتود والأنام خضاب يسولك بملو بطلع فطر بملو بطلع أنت بتفلقي كني قال بتود وبيني وبين العالمين خراب بنينا بعلمك لو بدنينا دو بتفانا إذا صح الود منك فالكل هجن إذا صح الود منك كأنت وديتك هل كأنت قرمون كهل فالكل هين كل منكر تراب كل منكر بلاش لمن وكل الذي فوق التراب تراب عفر لا يعلم كل عفر عفر لا يعلم فترب كل عفر إذا أقول جفر ودد أنت الله كني قارهنا كني راك من متقبل مقداري قليلا تلقو نقدر يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صاح الود منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب يا ليت الذي بلا إيهن قتم قتمج مرت قتمني قتمج يا ليتك ترضى والأنام غضاب يا الله وجب ملو بتلو يا الله ويك أنت قاربه فتقول بملو تلا بلنا بتو بقارد كان نسوعا كل هجر كأنت وديت أكل كل من غير ترانه وكل الذي فوق التراب تراب عفر الله يعلم كله عفر نوت لك الله سبحانه وتعالى كسوعا من نسوج الله يعطيك ليلا يا الله سبحانه وتعالى معية المعية سبحانه وتعالى المقيدة بالأشخاص هي متجبرش هذا رجال معيان بثت بأشخاص بسوتي تقدم معيان الله سبحانه وتعالى نبياتنا عليه الصلاة والسلام وهو في غار حراء بحيرة وهو في غار ثور غار صيال نبياتنا عليه الصلاة والسلام حراء صايون ود مدينة لمسدد وشوز منبر بسال بقرشوش تكبو قرشوش عواد عاصو ليان لان ناتشو متو متو غمل انسات عالن بلو ان ابو جهل عواد باوتو بساعتنا
نبياتنا عليه الصلاة والسلام مقبيا موجعا بتشقروا بالصعب أبو بكر قال كساهي باتشو قال واشاو سغرتو تكبو بالو بالصعب أبو بكر رضي الله عنه من هالي يا الله ملك تنياوي إنني كو قم بسبلو والإقراتو من ملكتوكو يا يونال بالو بالصعب ما هو نبياتنا عليه الصلاة والسلام ما ذنوك يا أبا بكر من دنو متاسبو عليه مالوت من تحسب على أبا بكر ما ذنوك بسنين الله ثالثهما ولسا وجد الله سوستنيا اتشو يهون انسو من ندرس باتشو البلد من يمتعب باتشو البلد تحسبان لا تحزن إن الله معنا لا تحزن اتحسبان اتشانا قال إن الله معنا الله كنيا قال ايه كبار نقر ايه معي باشخاص يتكيدر نبياتشين إنك أبو بكر قال الله سبحانه وتعالى عندونا نبياتشين عليه الصلاة والسلام قال لسو فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إن الله من إيه معي كسبيشال بناي بتام سبيشال ون معيان في الأول السوي كرب وبارو شو يميهنو معيان إيه معي الخاص ماله كليشو ليشو يهنا معي وتعالى قالوا ماله نبياتنا عليه الصلاة والسلام إذا يقول لصاحبه لصاحب أبو بكر منالو لا تهدر التعزب الله سبحانه وتعالى كان يغادنا يالو اندالوز مالتنا إيه يتليه معيان نا اندازيوب نبي موسى عليه الصلاة والسلام يحتقاري كذي بأن فراون كبزوشي سراويت وچكا النسو لاندين نالمج عبشا كذي كان مدر ليات أفعجو الله سبحانه وتعالى كاغر اندي وطو نبي موسى عزواتشو نبي موسى بالدر وطو اسكتلو يهد مجر رشالة قدتا ونباهيدو إيال مجر رشالة ونيال كوالا فرعون بجنوده وجبروتي وكبرائه سرابطوشو نهيدون بمولو سبسبو ببزو أسرشي مكوطروشن أي مكوطرو سووشن أسلفو سرابطوشن أسلفو موسى ناهزبوشن لما أسفات مكتوان كذا موسى حيبوش كرا قفاش في تربيتات يالو مانو بابا كوالا يالو مانو فرعون كرا قفاش بكا إنا لمدركون تدرسوا بنا بكا تدرس بنا لكن بالو بسات نبي موسى من عليك كلا إن معي ربي سيحدين كلا بغصو عيدرس بنا فرعون إن معي ربي سيحدين كان يقال الله سبحانه وتعالى ألا كان يقال الله عنه إن معي ربي كان يقال نعبه معيته سبحانه وتعالى مع أنبيائه ورسله ومن اصطفى من عباده المخلصين الله كباروج كأنبيوتنا كملكتنيوتنا كمرت عجة مرت باروج غار يتلي الجزعنا دقاب سيادر قلاته ناكت نستغرسه نبياتنا عليه الصلاة والسلام إن الله معنا يقريشوتش عين بملوء أتلبت باته عيناتكم أصور رباتكم الزوى شلائكم نبياتكم ما يتحل موسى عليه السلام الله بذب بقوتي أستقاري وقت درس اللت كلا إن معي ربي سيحدين سندرس اللتم الله من هذا لك بياسك وبتر بحر متال الله سبحانه وتعالى بحر بمتاب الصاد فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أصولت بوتا تكفل بموسى بعندمت أصولت بوتا بحر تكفلو إيان داندو مكفشا انتترارا غلو مالس أصولت يإسرائيل لجوج يإسرائيل نقلوت أصولتو يإسرائيل نقلوت بيان داندو منقل اندووتو الله سبحانه وتعالى عدر لقاته معي الله كتوصل سوتش يتلي معي أبرونت مياسا يونا يبونون اندازيو موسى عليه السلام دي فرعون يحتكهن ودى فرعون ميد عن نشل بالو كذي اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى بلو الله باتزو كذي قال ربنا إننا نخاف أن يفوت علينا أو أن يطغى إنا أنفر على فرعون بالو بسات الله من عليه لا تخافا أتفروت عليه إنني معكم أسمع وأرى إني كنا نتغارني أسمع وأرى آيا اللوم إسمع اللوم كنا نتغارني أبشروا بلو الله سبحانه وتعالى موسى النهارون شنياتك من دنهم يا سأيوه معيته سبحانه وتعالى مع من اصطفى من عباده الصالحين تكين كمرت أحجو دكا قبارو شغال يميونو من دنهم مالتنه معيانو مالتنه إذن يا معشى المسلمين وانت موش من السمون أحيطوش كذي من رد أحجو نقر يا الله سبحانه وتعالى معيه
በአጠቃላ እንዳለው ሆኖ የተለዩ ማያዎች አሉ። ዋናውና በላጩ ማያ አላህ ከአሽካሶች ጋር ከአንቢዮቹና ከመልክተኞቹ ጋር እንደሚሆነው ከሙሳ ጋር እንደሆነ እንደዚሁም ደግሞ ከነብያችን አለይሂ ሰላሁ ሰላም ጋር እንደሆነ እንደዚሁም ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ኢብራሂም ኢና ኡልቂያ ፊና ጅብሪል መጣ ግዚ አለው ይባላል። ካንተ ጉዳይ የለኝም ካንተ ጃ የለኝ ወአማ ኢለይከ ፈላ ወአማ ኢላላሂ ፈበላ ከአላህ ጋር ጉዳይ አለኝ ካንተ ጋር ጉዳይ የለኝ ምን ልታገደል ትችላለህ አለው። ሚካኤል መጣ አልፈልግህም አለው ከአላህ ጋር ምን ጉዳይ አለ። ኢብራሂም እሳቱ ተወረወረ ተጋሪ ቦታ ገባ እሳቱ በተወረወረበት ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቂያችን ነው ሐስቡና ከኔ ጋር ነው ባለበት ሰዓት አላህ ከሱ ጋር በቀውጢ አስቸጋሪ ሰዓት አላህ ከሱ ጋር ሆነ። ምን አደረገ አላህ ቁልና ያ ናሩ ኩኒ በርደን وسلاما على ابراهيم اساتنا اناك الله سبحانه وتعالى هوني على اساتن بردا وسلاما سلامه والقسم مما قالت ري الله كباروچو قال يتلي ما يالو معناته بماغت بمردات اتقباچو كمقوم بشجر جدي تلو بمدرس الله سبحانه وتعالى كنسو قال ايه يبلطه يمجمل درجه ما ياسيون ከሙህሲኖች ከሙተቆችና ከታጋዮች ጋር ደግሞ የምቀጠለው ማያ በማገድ በመርዳት ዱዓቸውን በመስማት ከነሱ ጋር በመሆን ሲሆን ሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ማያ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከፍጡሩ ጋር የሚያደርገው ማያ ነው የሚሆነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁሌ ከሱ ጋር የምንነሱ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን ከአላህ ጋር አብሮነት የሚለውን ይሄን ይዛል። እኛ እንደኛ እንደራሳችን አላህ ከኛ ጋር እንዲሆን እንፈልጋለን። الله كنيا غا اندون كفلغن اينيا كسو غار مهون ينوربنا تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده بدلوت كده بمچوت كده بسلام ساعات كالله غار انون الله انوكو انزغال انصو الله انتازدو يعرفك في الشده بسقاي بمكرا بچنق ساعات الله كنيا غار يونا زاري بدنيا عالم لا በዱንያ ህይወት ላይ የታዘዘነውና ከአላህ ጋር ከሆን በጭንቅ በቀብር ሰዓት አላህ ከኛ ጋር ይሆናል። በቂያማ ፊ በቂያማ በዛ ባስተጋሪ ወን በምንቆምበት ሰዓት የሰው ልጅ ሁሉ ነፍሲ ባለበት ሰዓት አላህ ዛኔ ከኛ ጋር ይሆናል። መቼ ዛሬ አላህ ጋር የታወቀን ከሆነ ራስን በድሎ ሰዓት ጋር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይደርስልሃል ካንተ ጋር ይሆናል። ታመስ ኢላ አላህ ፊ ረኻ በጤነኛ ስትሆን በጤንነት ያለ ወደ አላህ ታውን ታመ ተቸገረ ተኝተ ስትሆን ሀገሪ ላይ ተለይተ ከቤተሰብ ተለይተ ብቻ ስትቀር ጋር ነው ያለው። በአጠቃላይ ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala እንሁንኛ በድሎት በሰዓት በድሎት ሰዓት በተመቸን ጊዜ ባለን ጊዜ ጤና በሆነ ሰዓት እረፍት ባለን ጊዜ በተመቸን ጊዜ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር እንሁን። በተቸገርን ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይደርስልናል የምለው ነው ዛሬ ማስተላልፍላችሁ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን። አላህ ይሄን የተከበረውን ረመዳን ወርን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለን። የኛ ማያ ከአላህ ጋር አብረን ልንሆን የምንችለው ከየትኛውም ጊዜ የተሻለ ረመዳን ውስጥ ነው። ከየትኛውም ጊዜ የበለጠ ረመዳን ውስጥ ከአላህ ጋር መሆን እንችላለን። አብሮነታችን ማንጠናከር እንችላለን። ረመዳን ውስጥ ያገኘነውን ደግሞ አብሮነትን ደግሞ ለሙሉ እድሜያችን ስንቅ አድርገን መቀጠል እንችላለን የምለውን አስታውሳችሁ ነው። በሰማነ የምንጠቀም ሰዎች አላህ ያድርገን። جعل الله اياكم الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.